ميساج غادي نوصل لكم دابا جاني في الواتساب من عند يونس الهري اللي هو ممثل تاعي ديال الصلاه والسلام اللي عنده الدور تاعو صعيب، تيقول لكم شكرا على الحضور ديالكم ودابا تيعيش في بلجيكا، كان كيتمنى باش يكون معنا لان عاش معنا واحد 3 شهور ديال الطوناس. هو سلمان هو شخصيه جديده بالنسبه ليا لان اول مره كنلعب هذه الشخصيه، شخصيه مركبه واحد شويه، شخصيه اللي عندها اضطراب نفسي مع راسو، مضرب غير مع راسو. سلمان كيفكر دغيا، كيفكر ما كيفكرش بزاف، كيفكر دغيا شنو يمكن يدير، يقدر ينتحر، يقدر كيفكر في شي حوايج اللي غريبين. مع العلم ان سلمان عنده الفلوس، عنده المشاريع ديالو، عنده المشاريع ديالو، ولكن الفلوس ديالو كيمشيو علاش؟ لان عنده واحد البليه، هذيك البليه اللي غنحاولوا نكتشفوها في المسلسل. خصك تعرف بان بحال هاد الناس، انا كان يعني من بين الاعمال اللي خديت المسلسل، خديت 30 حلقه، هذه واحد 8 شهور ولا 9 شهور باش خديت الحلقه، يعني بديت كنوجد في الشخصيه، مشيت تقربت من هذوك الناس اللي عندهم هذيك البليه، الناس اللي بسطاء ولكن السعاده ديالهم كتكمن فاش كيكون كيمارس غنسميها هوايه ديال البليه ديالو، فاش كيكون كيمارس هذيك هي السعاده، يمكن يبيع العائله ديالو، يمكن يدير اي حاجه على قبل هذيك اللحظه. فباش تقدر توصل هذا الميساج للجمهور خصك واحد معاناه نفسيه باش تلقى الشخصيه وتسلسل الاحداث اللي هو صعيب. سلمان كيلقى راسو حتى كتجي الصلاه والسلام، فاش كتكون الفرقه ديال الصلاه والسلام اللي كتنظم العراسات، كيلقى المعنى للحياه ديالو، كيبدا يكتشف شي احاسيس اللي كان كيحس بها في الصغر ديالو. الفرقه ديال الصلاه والسلام، باش نبعد شويه على سلمان، الفرقه ديال الصلاه والسلام كتنظم الحفلات، كتدخل البسمه للعروسه والعريس والعائلات، ولكن المعاناه ديالهم مع العائلات ديالهم حتى شي واحد ما فرحان. وفي ظل هاد كوفيد وهاد المشاكل اللي كيعيشها العالم مع هاد المرض، كاين بعض المهن، كاين بزاف ديال المهن اللي ضروا في هاد كوفيد، ومن بين المهن هي التنقافه، الاجواق، منظمين الحفلات، اللي غنحاولوا من خلال هذا المسلسل نوصلوا لهم دي ميساج ونقولوا لهم احنا معاكم، ولكن هذا مرض جاء، نحاولوا نضحكوهم واخا هما مضرورين. العمل هو عمل درامي ولكن فيه كوميديا الموقف، فيه كوميديا لان تيبانوا لنا شي مواقف صعيبه اللي نقدروا نضحكوا فيها. كنتمنى نوصلوا لي ميساج اللي كانت باغا المخرجه. هذا العمل اشتغلنا فيه مع زكيه الطاهري، واحد المخرجه اللي اكزيجونت، كتطلب منك مجهود اضافي لانك تعاونك، عطاتنا واحد الحب، هذاك الحب اللي لقيناه في ديك المدينه حتى هي اللي مشينا لها، حتى هي عطاتنا واحد الحب، مدينه بجعد، المدينه ديال الشرفاء، مدينه ديال الناس الله عمرها دار، واستقبلونا واحد الاستقبال وجلسنا فيها 3 شهور، يعني جلسنا فيها واحد المده اللي كان ممنوع علينا نهبطوا للدار البيضاء لان كاين المرض، باش ما نجيبوش، كانت خايفه علينا كممثلين وخايفه على مدينه بجعد. الحمد لله ما وقع والو، كمل التصوير. هذاك الحب اللي خدينا من المخرجه وخدينا من بجعد تقسمنا احنا ممثلين، وبغينا نعيط. علاش كنهضر على الحب بزاف؟ لان بغينا نعطيوه للجمهور باش يحس بهذوك الشخصيات اللي عطيناهم، باش يشوف الحب اللي بيناتنا يوصل ليه. كنتمنى نكونوا قد المسؤوليه، وكنتمنى هذا المسلسل اللي كيعالج واحد الموضوع جديد يعجب الناس ويتفرجوا فينا. وكنقول لهم 3 فبراير كل الاربعاء 2 حلقات مع 10 لارو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.